ذبح غير في الشاربين غبي يا ربنا هذه نفسي فيك تهوى وزكيها من دنيس الجهل والظلم أنت الولي لا حقا ومولاها أنت المهيمن يا ذا الجود والكرم يا من بدا قلبه بشوق ذا قلق ودمعه آمنا للبيت ذا سجم أمن تذاكر الجيران بذي سلم وزيت الدار لنا من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من الغم وما لعينك إن كنت تفو فاهمة وما لقلبك إن كنت السبيق يهم ألا سبو سبو أن الحب منقدم ما بين منسجم منه ومقرم لولا الهوى لم ترد دمعا على قلل ولا عريق لذكر المال والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذر الدمع والسقم واثبت الوجه غطي عورته وثنى مثل البحار على خديك والعلم نعم سرى ضيف من اهوى فارقني والحب يعترض اللذات بالالم يا نعيمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو انصفت لم تلم حدثك حالي لا سري بمستتر علي وشاتي ولا داري بمنحسم وعسري بصلاتي لست أسمعه إن المعيب عن العتال في صمم إني اتهمت نصيح الشيب في عثل والشيب أبعد في نصح عن إنظام فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها من ذكر الشيب والحرم ولا أعادت من الفعل الجميل قراءة طيف على نوي راسي غير المنتجم لو كنت أعلم أني ما أواقره فهل تسير بدلاني منه بالكتم من لي براد جبال من قوايتها فما يعاد إلا الخير بالنجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يصب شهوة النجم والنفس قاتل لإنتم الوشاب على حب الرضا وإن تقيم يا فقيم واصرف هواها وهاجر أن تواليه إن الهوى سنه للبر قاتلة من حيث لا يدري ان السم في دسمي وشد سائسا من جوع ومن شبع فربما اخمصت شر من الدخم واستفرقي دمع من عين قد امتلات من المعارف والجمعية الندم وخالصي النفس والشيطان وعاصيهما وانهما مع ضاق المصحف التهم فلا تطيع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسيت به نسى الذي عقم قضاتك غير ذاك ما تمكتم وما استقلتك ما قولي لك استقلني ولا تزاولت قبل الموت نافلة ولم اصلي سوى قبري ولا مصلي ولم تسل من احيا الظلام الا ان اشتكى قلمه الضر في ورم وشد ميثاق من احشاه وطوى تحت الحجاب وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسي فعلها ايما الشرم واكد زوجه فيها ضرورته ان الضروره لا تعدو على عزم وكيف تعدو الى الدنيا ضروره من لولاه لا تمر للدنيا من العالم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الامر الناهي فلا احد هو الرفيق بلا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المهتم دعا الى الله فاسمع
مستمسكون به مستمسكون بحبل غير المنفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس مرضا من البر أو رشدا من الديم وواقفون لديه للتحاديهم من نقطة علم أو من شكلة حكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم سكى معجب البائع النسب منزهون عن شريك في محاسنه فتوحى لمصدره غير المنقسم نعم التعاد النصارى في نبيهم فاحكم بما شئت فاسحب فيه واعتدمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عزم فإن خاض رسول الله ليس له حد فيعرب عنه الناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين ينعى دارس الرمم لم يمتحنا بما دعي العقول به اسأل علينا القرب والبعد منه غير المفرد كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من نومي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمرتب العلم فيه أنه بشر وأنه غير حق الله كلهم وكل آيلة الرسل الكرام بها فإنما تسلت من نورهم فإنه شمس قدرهم كواكبها تدهن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخال نبي زاله خلق بالحسن مجتمع بالفشل متسم كالزهر في طرف والبر في شرف والبعر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد في دلالته في عسكري حين تلقاه وفي عجم كأنما لؤلؤ المكنون في صدف من بعد مدق منه ومبتسم وطيب يالل تربا ضم عظمه طهالي متشق منه ومتزم أبان مولده عن طيب عنصره لطيب مبتدئ منه ومبتدم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول الكرس والمقم وبعد إيوان كسرى والرم صدع كالشمس راسى بكسرى غير مرتين والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سعد العين من سدم وسعسى وتغربت بحيرتها ورد واردها بالغدر نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل مزن وبالماء ما بالنار من نوم والجن تاتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصام فإعلان البشائر لم تسمع وبالغة من أبطالها رهت وعسكر بالعصام راحتيه رمي لم تبه بعد تسبيح بباطيما لم تنمسابه من أشياء مرتقم جاءت لدعوة الأزدار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما صدر الصدر لما كتمت فروعها من الذي الخط في اللقم مثل الضمامة أن سار سائرة وليها رواضيس للهجير عميل أقسمت بالقمر المشقه إن له بقلبه تتم نورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طار من الكفار عن عمي والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من حرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنصد ولم تعمي بقاية الله أهدف عن مضاعفة من الدروع وعن علي من الرقم أصابت يده غيبا واستجرت به إلا وليت جوارا منه لم يضم ولا التماس من الدارين بيده إلا استلمت الندى من غير مسلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم يدم وذاك حين البلوغ من نبوته فليس ينكر في حال مرتلم تبع
ولا نبيل على غيب بمتهم كم أبرد وصبا بالله سراحته وأغلق تريما من رقة اللبم وأحيت سلة شعبا دعوته حتى كان بغة في العصر دهم بعائد جاد أو خطة بطاحبها سيبا من اليم أو سيلا من العلم دعم وواسي آيات له ظهرت ظهورنا للقرى ليلا على وليس ينقص قدر غير منتظم فما تطاول امر البديعين وفي من كرم الاخلاق والشيم ايات حاكم من الرحمن قديمة صفة الموصوف بالقلم لم نبتغي بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن رمي كانت لدينا مرام كل معجزة من النبي إذا إن جاءت ولم تدم محكمات وما تبين من شبه يزي شقاق ولا تبين من حكم ما حرب قط إلا عالم حرم أعدى العالي مدت بلاغتها الهوى معارضها رد الغيور عند الزان عن الحرم لها معالي كبرج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الاجزاء في السلم قرت بها عين قارئها فقلت له يا غزفيت بحبل الله فاعتصمي اهتدتها في بدن الحر نار الله اصبحت حارا يضع بوردها الشيم كانها الحر تبيض الوجوه به وكالعصاة وقد جاؤوا كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فقس من غير اغنى الناس لم يقم قد عجبا لاسود لا ينكرها فجاؤنا وهو عين الحاذق قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير ما يم من عفو مساحته سعيا وفوق مطر لا يلقي الرسل ومن هو لا يترك الظهر المعتبر ومن هو نعمة اليمنى للمغتنم سريت من حرم الليلة إلى حرم لما سقى البدر في دار من الظلم وبت تهقى إلى أن نلت منزلة من طاب القوسين لم تدرك ولا ترم وقدمت جميع الأنبياء بها والرز بالتقديم مخدوم على خدم وأنت ذاك رب سبع اتفاق به في موكب كنت به صاحب العلم حتى إذا لم تتشاور لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستدم فقد كل مقام بانتفاقه تدين بربع مثل المفرد العلم كيف تفوز بوصل أي مستكر عن العيون وسر أي مبتدم وتنسى كل مقام غير مشترك وتنسى كل مقام غير مزعم وتجلى بغير بعض الكتاب Okay.
وبلغ رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي دعا ذلك النور لاهوديا ناسوديا لرئيس المقربين من مستودع نبيل الى قرار مجين ميثاق بتصديقه على جميع النبي اوثقهم بتوثيقه قال اشهد وانا معكم من الشاهدين تلك الشمعة النورانية فردانية روحانية رحمانية في الرياض نسيا في الرياض نسيا مسافات العليا وتسلم من الرعونات السلية والقدرات البشرية تتغلب في الأصحاب الزكية تتغلب في الأرحام الرضية محقن الملة المسيحية من ملة المحمدية صلى الله عليه وسلم والملة الحنيفية ينادي بلسان الأزلية ولا تعلن أنه بعد حين استخرجه من سورة كتاب المسطور رب منشور بيت معمور سقف مرفوع بحر مسجور ينادي السرور حين بالعبور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين شيل لها
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. بشارة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو صلى الله عليه وسلم سر العالم ملكوت ورؤيته وحور ونقبته صاحب الروضة والمنبر واللواء والمنبر من مفصل البديع مرد محررا بل وما مطلب السؤال إلا بسيط من فائد إحسان شامل تغني عن مصابيح الدجى مشارق وأنواره الباهرة ويتعطر روض المجالس بأذكار محاسن عاطرة الفاطرة أنوار من بهجته ونتائج أذكار من كهجته تزهو مشارق الأنوار ينمو ربيع الأبرار وتضيء شباب منورة ورتب مدار الحقيقة على الترغيب والترحيب خليفة النشر والمعنى ومقامه في عدد التقريب كقاب قوسين أو أدنى حضرت لقد رأى من آيات ربه الكبرى والمنصور بمعلف أوحى إلى عبده أوحى بفضله في سياق وما ينطق عن الهوى المجرور إلى خلوة وهو بنفوذ Thank you.
ليس بفضل ولا وليد ولا سخاف في الأسواق بالسيئات سيئة يعفو ويصفح الله تعالى أعطيك وبإذن الله تعالى أوجاد أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكافينا علينا العمياء ثم خلفاء وتحية البشر خير البشر عبرك الشجر أفضل العذر والبركة إن جل الله الخليل من نار النبرض ودعوة إبراهيم وبشارة المسيح ولو الله ما سلم نوح من الغرق ولا عفت على النبي سأل موسى كريم أن يكون من أمتي وبينا على الصفة وبعزته رقي إدريس مكانا عليا ونال بالأفضل وفاقر في الأملاك وضاها وطاولت الأرض على السماء بيوت قياس وقاها صلاة وتسليم يرق المطالب على المصطفى والآل بحق في السماء صلاة وتسليم يفوق المطالب على المصطفى والآل بحق في السماء رسول المصطفى أحمد ربا وجار وبه أهانت بالسعود أهلة فنورت الأعلاق شرقا ومغربا شمط المرء التوحيد بذلك الهدى وما زال عن برج الأمل وما ارتقى وقبلة الإقبال المتبشرات به علمنا بأن الله رحمته لمن سغى ما يشكو ومن زنده حظا وفي جوده كتب وفي ما فيه ندى يرسل به المتاج امرا مصاحبا وقرر بتشريع احكام شرعه على سنه شهبان حكما مرتبا بدقائق علمه على عدد عرفنا به أوقات أيام دارنا ففي درجات الارتفاع لنا نبى نبي قد عظيم فضائل كلها بتعليل ما قد كان عنا مغيبا وتوضيعه في رونق حسن ماهر به روضة الأفكار مضطرة الربا وعلى رؤيتنا بهدى لائلة فضعينا مع تراه مباوقا Allah.
Thank you.
صلى الله عليه وسلم رفعت رأسه للقاء على السماء. ويصلون على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا كان زيزو بستي سورة البقر كل يوم وليالي الفجر. صل يا ربي على محمد صل يا ربي على محمد بارك يا ربي على محمد يا حلب النبي أصحاب شبوكا حل ذو باي تزيلي باي وأبو بكر صديقا عمر باي وزي حكمي فاروكا جامع القرآن عثمان بن عفانا علم البحر وباي والحيدر كل يوم وليالي الفضاء. صل يا ربي على محمد سلم يا ربي على محمد بارك يا ربي على محمد كل يوم وليالي القمر. من صلى على محمد وهذا من قام في المسجد عبد لون احمد واسود صل يا ربي على محمد كلما صارت في الشجر كل يوم وليالي من سعى وطاف ونحر صل يا ربي على نور البصر ما نوى الزوار سيد البشر كل يوم وليالي القمر. صل يا ربي على محمد صل يا ربي على محمد بارك يا ربي على محمد كل يوم وليالي القمر. رزقا وقلبا خاشعا وازواجا واولادا نافعا كلنا عند دعاء سامعا يا حبيبي يوم لا يغني صديق ولا
كل يوم وليالي كل يوم وليالي الفرح، سل يا رب على محمد، 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 يا
جنم نبيوت نكر Imam
ربي وصديقه ومونس في غاري ورفيقه ومن سعة الثعبان كان شقيقه لقاه النبي حقه وأبراه ريقه شفى عند ذلك النفس وجده أبا بكر فاتحها في الحشر عطى يمينه أبو بكر خير الصحب والدين دينه ومن داله فضل كفضلي أبا شلا بابكي شلا بابكي سيدي سادة إمامي أبا بكي سيدي سادة إمامي أبا انا بعد ما اليوم ظلما الذي كفر بأن سجن يحبه
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Aruzit Annam Abdi.
منها بقلبي جمرة أنت مالي غير روحي هبة
فتفضل وتجود هذا ملا ربنا اجمع في أعوذ عبد الله يا عز من أبي بتولى الزوبة توحيد زسينا كل نبي مكة جيبين ذلك تيتوا قدير زوم ندينا كيو صادق أمين بكل زوم ذاك معجزة زجيجة اسمك زارع وحجة وبرهان واحد بمت ولا الزوين سوى جن وانسي امت ويد الزو مشرق ومغرب بزر ونور زو علمي وحلمي بزي ملؤونا Thank you.
اثنين وقد قال له لا تحف الله ربي على Yeah.
I'm not
Thank you.
المرتضى إمامنا. محمد رسول الله نبينا الهاشم المرتضى إمامنا. هاشم المرتضى إمامنا. الله 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 ربنا. محمد رسول الله نبينا الهاشم المرتضى إمامنا. هاشم المرتضى إمامنا. الله 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 ربنا. محمد رسول الله نبينا الهاشم المرتضى إمامنا. الهاشم المرتضى إمامنا. الله 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 ربنا. محمد رسول هاشم المرتضى إمامنا. الله 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 ربنا. محمد رسول الله نبينا الهاشم المرتضى إمامنا. ونعيما في مقاصدهما الهاشم المرتضى إمامنا. الله 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 ربنا. محمد رسول الله نبينا الهاشم المرتضى إمامنا. جنة ونعيما في مقاصدهما الهاشم المرتضى إمامنا. الله 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 ربنا. محمد رسول الله نبينا الهاشم المرتضى إمامنا. ونعيما في مقاصد الغرف الهاشم المرتضى إمامنا. الله 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 ربنا. محمد رسول الله نبينا الهاشم المرتضى إمامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي شفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 يا ولنا سر له يا سرعة كلنا كل هاشم الله 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 الله.
جنود نصرته وزمر رماحه وما الضلال سغار ما لبطاحه دم باغته وعاد منه سليما صلوا عليه وسلموا وعدتي وحماية في الدنيا ومونس وحشتي وغدا نلوذ به فيكشف كربتي ويكون عني للخصوم خصيما صلوا عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي صلوا عليه وسلموا تسليما هو ملجئي وبه اهتديت من العمى ولقيت منه لدى الشدائد أنعما وجعلته لمنال فخري سلما ولروضة الأمل الهشيم غيوما صلوا عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي صلوا عليه اللهم اغفر مخلص الكريم واخرج مخرج الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما صلى عليه وسلم من لم يصلي عليه كان بخيلا صلوا عليه وسلموا
مولد أحمد يا ليتني حجر بغار محمد يا ليتني كنت الغزالة إذ أتت يا ليتنا كنا لطه صحبة تلك أماني لا أريد سوى Shaykh Wazir,
قلبه صفا وأنت ملاذ كل من جاء مسرفا فبادر وبادر يا عرب من الشباب وكم جاء الزوار إليك تذللا فكم معود فرجته صاحب العلا فأنت شفيع في دماغ لمن نشاء فهو رب البريات ما نشاء ولي الله شمس المعارف فجد لأمان من جميع المخاوف وأنت شريف صادق ذي اللطائف ولي مقلة كحدها في مدارك ولي أوقف وكم فرج لله في كل كربة وكم ساعة أمليتها بعد Yeah.
حتى بلاي متر يقروبي ها غايتر كبو عقوب متر ما كنا فايدة دو من كده بي ما لي قريبة علاقة بكربة زائل من قرآنو بالشهادة ما يطرحون من اللي قريبين يسعوا الله ييك ما سليتهم ربي بلا زاق مستمعين ادوية تتسنى زاق ما هي من قول صوتو يقروبي تقحت عدقة بايتين دا أخاخ زيوك اشي تخانا بيو سامينو كل حد كما ايبان كما زيوك بس اخبو خطب لقوش ولا مشاهد انا اشي كل يوبا قول انا مدينة لا سخانا بيو من حلبة واهيين محبة وايع حتى يجي تراوني اي انت يا اخو قرآن اجزاء بيت روحي بس مختلف سر بيت حواو زاهم بيت روحي من ليه مستمينات من تتلم دادا ما انت تتلم دو عنك انا ما صليت بعد الله وحضر الرحمن حدثوا يا جم مستمينات من كتاب كفتا ما ابو قارئك يسمع الله جيل انت مرحبا يزي ست ليو بارو تاع الراي ورحي لعيا سلم هوجي ورحي لعيا سلم انا ابشري يا امينه بايك سمقي قراوي جاي صحت لاخويا زول بكل بساطه احد قولي لي اين القراءه هي اين صيغه بالالام بتاع الدنيا في الوجود كلها هي اللي نتسينا انت نفس ذات سينا ايدنتيتي لو فرجع نتلاي بازانا ها رحمة الله عليك هي اللي بايت الفرقة دي نسينا زي ودها سينا وما تنمت حلبة مليت مليت حلبة ان شاء الله اكثر من سنة سنين انت وتقى شيخ الزوير الله وشيسه اصلي وفصل اللغة زوم لغة عالية الناس عم بيجي شيخ عشي زي بيت الرمضان زي جوين تاوي شيخ عبادر زي بيت الرمضان زي جوين تاوي لو كان عليه اي خطأ بهذا اللغة بيتا عبارة كرامة المرمية لو ما قالوا ها استعادة كم كتابات انت يا اخي كم عارفات اهم كشف والتمكينات كلها يبقوا فوقهم زي الدور يلي باقي من مدح البلاء اساس وفصل بورد يا اخي ان شاء الله ان شاء الله امين رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين صلى الله على محمد صلى الله وعز 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 وعز
لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جميعها وطول احشاء على جميعها محمد صلى الله عليه وسلم على جميعها مرحبا يا محمد صلى الله عليه وسلم قال انا جبت ما تريد يا ابا بشر قال امشي بي يا بشر كما يشق له القمر ويسجد رعي احد ويسعى الى قدمه شجره النبي بيدي يا فؤادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا الله على سيدي بلغ وما تريد يا شيد قال هاتي يا آمنة قد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم الطب له الكبير والحجر عليه سلم ثم صرف الصلاة والسلام عليك يا مزمل والصلاة والسلام عليك يا مدثر وقلبه سيدي من أنت قال على نبي الله إدريس فقلت وما تريد يا إدريس قال أبشري يا آمنة بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب بالنبي المنون صاحب النصر والسطور الذي لقاه في الافاق يفور ثم صرف الصلاة والسلام عليك يا صفوة الإله الصلاة والسلام عليك يا عظيم الجاه
فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا إسماعيل الأبي. فقلت له سيد وما تريد؟ قال أبشري يا بلا بالنبي المليء صاحب النسب الصحيح واللسان البصير ثم صلى. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل طويل القامة مليح الهامة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا إمام الأبرار الصلاة والسلام عليك يا حبيب الملك الجبار. قلت له سيدي من؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا منى بما ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به ثقلان. ثم انصرف. الصلاة والسلام عليك يا زين الخلائق الصلاة والسلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى ابن مريم. فقلت وما تريد يا عيسى؟ قال أبشري يا آمنة بالنبي الأعظم والمعظم يا محمد صلى الله عليه وسلم محمد على نور I'm
ومزور الدين والإسلام بعد خفاء وزير المجتمع من دون السعفاء وسنه البر من في باعه طول حبيبك وموجد العرش والكرسي بالقدم حز عظيم فما لي مهدر ودمي ضحى المحب بقلبي يوم عيدهم والناس ضحوا بمثل شاة والنعم يا ملجا الناس يوم العرض كلهم يا بغيتي يا ملاذي عند بعدهم اللي رضاك بروحي مولع بهم إن المحب الذي يرضيك سفك دمي دمي حلال له في الحل والحرم حبيبي معسر شهدت قدما فبائلهم وفاد بالجود راديهم وآملهم ولم تزل بالنبي تعلو منازلهم في عصبة من قريش قال قائلهم في بطن مكة لما أسلموا زولوا وصرت من سوء ما قالوا وما حكموا أخفي تزايد ود ليس ينكتم ومن أدانيه فهو الخصم والحكم فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم وكل ما قدر الرحمن ما وسهر المتبع
من دون صحفة وسنوه البر مقضي فاعي قولوا حبيبي كان مصطفى عند فينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك خاطر الله ستانا خاطرين أم ستانا إن يا خبيك زمنا أخذلت مؤلانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شربي والله إمام شربي والله Imam Shailami, Wallahi Imam.
آمين. آمين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. اللهم آمين. آمين. وصلي على سيدنا محمد النبي وسلم. آمين. آمين. اللهم آمين. وصلي على سيدنا محمد في كل مكان. آمين. وصلي على سيدنا محمد النبي في ملأ الأعلى إلى يوم. آمين. وصلي على سيدنا محمد. وأنت خير الوارثين. آمين. وسلم ورضي الله على سيدنا رسول الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا قد حضرنا كرة من جنبك الكريم فاغفر لنا بجواره بركته صلى الله عليه وسلم فلا يحتفوا لما التكريم واسكننا بجواره جنات النعيم واسكننا من وجهه الاشرف والولي الذي يمتنا بالاخر بالنظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين. رب انا نتوسل اليك بنبيك المختار وبآله الاطهار واصحابه الاخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار تعرزنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه بيسير أعمالنا بسر والإجهار وترحمنا بقدرتك أنت عفو غفار يا رب العالمين وترحمنا بقدرتك أنت عفو غفار آمين. 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 ثم إلى تشجيعه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وإلى التابعين له آمين. يا رب العالمين اجعل اللهم ثواب ذلك مع مزيد منه ويسعني في صحيفة من نحن بين يديه واجتمعنا بسببه اللهم اجمع له بين خيري الدنيا والآخرة اللهم اجمع له بين خيري الدنيا والآخرة آمين. الدنيا والآخرة واحفظه واحفظنا بالقرآن العظيم في نفسه ونفسنا وماله وأموالنا وحياته ومن يدود به ويرحم بذلك من مات له من الأموال يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا رب العالمين يقبل توبة عن عبادي ويعفو عن سيئات يا رب العالمين يقبل توبة عن عبادي ويعفو عن سيئات يا رب العالمين. آمين. ولمن سمعنا ولمن خاف عنا ولمن حلف سائر وسجنا واسمعه كفت بنز الله الى جماعتنا ولقوانا عيسنا في الله ولجمع غد الله عيسنا ولمن عصى ولكل المسلمين اجمعين اللهم ما قدرت من كداء وقدر فسلك لنا فيه العقل والدين والسمع والبصر والفؤاد واليقين وافضل الصلاة والتسليم على أشرف الخلق سيدنا محمد الذي جاء بحق مبين وأرسله رحمة للعالمين وعلى آله
وسلم